لديربي الدار البيضاء طقوسه الخاصة، ولجمعية العائلة الودادية استعداداتها الخاصة بها. الديربي عنده طقوس ديالو بوحدو، ماشي بحال المباريات ديال البطولة كاملة، وكل فرقة كتحاول توجد لهذا الماتش مزيان، واللي مستعدة مزيان هي اللي غتربح. وانا كودادي كنطلب من الوداد باش تكون هي الرابحه في هذا الماتش. ان شاء الله الديربي غيتفرج ان شاء الله فريق الرجاء، واخا فريق الرجاء شي دوز واحد المرحله صعبه، وكاين ان شاء الله غادي نحققوا نقاط ثلاث في الديربي، خصوصا الغانم شعلي، ونتمنى المباراه تدوز فروح رياضيه ما بين الفريقين وما بين الجمهورين، لا من فريق الرجاء ولا من فريق الوداد. الديربي سيدي كنتمنوا منه باش يكون واحد المقابله تكون مزيانه، ترضي الجمهور، يعني هذاك السبيتاكل اللي كيمشي يدخل التيران ما يضيعش وقته، وحاكي واحد التفاوت، لان الراجل كتعيش واحد الازمه شي شويه، ماشي اي ازمه، عابره ان شاء الله. واخا انا ودادي ماشي رجاوي، ولكن اللي كنتمنى انا في المهم هادشي كلشي هو يدوز واحد المقابله تكون مزيانه. الديربي كلشي كيعرف فريق الرجاء عنده مشاكل، فهمتي، في الفريق الداخل كيعرفوا هما الرجاويين الحقيقيين، والرجاء راه رابحه في الديربي ان شاء الله. كنتمنى فوز فريق الوداد البيضاوي بحصه كبيره ان شاء الله، 1-0 ان شاء الله. غنهبلوهم في الديربي ان شاء الله، الوينرز ديما حاضرين لعيبات، وان شاء الله وديما الوداد نتمنوا الفوز ان شاء الله. الوداد البيضاء بغينا الفريقين بجوج يقدموا واحد الطبق كروي زوين ويمثلوا المغاربه كاملين، وتكون نتيجه ايجابيه وما يكونش شغب. وانا رجاوي وديما رجاء. كنتمنوا من الديربي ان شاء الله انه يدوز في ظروف مزيانه بالنسبه للساكنين الدار البيضاء، ونتمنى ان شاء الله يكون الفوز فريق الوداد ان شاء الله. الجمهور خصو يوقف مع الفرقه، حيت واخا طايحه دابا خاص ضروري يوقف معها، يساندها معنويا على الاقل باش يخرجوا، وان شاء الله غنخرجوا من هذا النفق الضيق ان شاء الله. وديما رجاء. نتمنى فريق الوداد البيضاوي يربح 3-4. كرويا كنتمناو فريق الرجاء يفوز رغم هاد المشاكل اللي كاينه دابا، وان شاء الله طروب يا ما يكونش شغاب وصافي، فهمتي، حيت عندنا شغاب بزاف في الاكثريه في الجماهير ديال المغرب، وحنا ما بغيناش، بغينا الدائره ديال الشغاب تحدوا منا شي شويه، حدوا منا. وكنتمنى لحد الفريقين اللي المهم لعبات كره راه غتربح.